Alright, starting the Roomba in the living room. السلام عليكم، يا ربي تكونوا على خير، الاحوال ديالكم تكون مزيانه يا ربي. اليوم ان شاء الله نشارك معكم نهاري في العمل، وغادي نركزوا بالضبط على تنظيم الوقت، كيفاش تحضري وجبات زوينه صحيه اللي تبقى معك طول النهار، وكيفاش يكون البيت ديالك منظم ونظيف واخا راكي في العمل. اول حاجه بداي بيها في تحضير الوجبات ديالك هو انك تحطي الحوايج اللي غادي تحطو يطيبو وتمشي ديري معاهم شي حاجه اون باراليل. مثلا انا غندي معايا اليوم ان شاء الله الغداء، بالنسبه ليا وبالنسبه لايوب. الناس كيسولوني في لي كومونتير واش ايوب ولدك ولا الزوج ديالك؟ ايوب هو الزوج ديالي، ان شاء الله اللي غنمشيو بجوج الخدمه. فاول حاجه درت هو انني دخلت الماكله للفران، غادي نخليها تطيب وغادي يمشي باش نقلي حويجات اخرين. من العادات اللي خصك تخليهم فيك هو انك فين ما تخدمي بشي حاجه غسليها او ديريها في لافيسيل باش ما تسالي الخدمه ديالك، ما تلقايش الكوزينه غارقه بالماعن. هاي جوجل، اوبن ذا شاتر. اوكي، اوبننج شاتر 2. نقطة أساسية كذلك ركزي عليها هو البلاصة من غترجعي من الخدمة اللي كتبغي ترتاحي فيها، خاصة تكون مجموعة قبل ما تخرجي. فأنا بالنسبة لي هي غرفة ديال الجلوس اللي فيها التلفازة، غادي نحاول نجمع كل حاجة بلاصتها ونتلاقاو باش نشوفو تتمة. Hey Google, clean the living room. All right, starting the Roomba in the living room. حاجه اللي كنقولها لكم ديما، كوني ذكيه في شرائك الحويجات اللي غادي تعاونك، من ضمنهم هذا الروبو اللي هو اي روبوت ايساد. الله يعمر ليه الدار بمعنى الكلمه، شي حاجه اللي مهمه بالنسبه ليا. انا في الدار عندي اربعه الحوايج مهمين، عندي الاي روبوت ايساد، عندي الدايزون، عندي لو لافيسيل، وعندي الماشينه لافي. هاد اربعه الحوايج الا ما كانوش في الدار ما نعاودش ليكم. بالنسبه ليا دابا انا غادي نمشي نكمل الطياب ديالي ونوجد الفطور ديالي، والاي روبوت راه بارك خدام كيدير في الخدمه ديالو، دونك خليته يتكلف ليا بالبيت ديال الكلاس. ومن بعد قبل ما غادي نخرج للخدمه غادي نخليه اسبيري ليا الدار كامله، يعني بيه كنربح ماشي غير الوقت، كتر من الوقت. والحمد لله المشكلة ديال الغبرة ما بقاتش بالمرة. لو طون اللي كيطيب فيه الماكله ديالي اللي غندي معايا غادي نمشي نوجد الفطور. بما ان اليوم غادي نفطروا بجوج وغيكون عندنا نهار كامل ديال الخدمه، فغنحاول نوجد شي فطور اللي هو مزيان. دونك من هنا غادي ناخذ واحد النقطه مهمه بزاف، تهلاي في راسك ووجدي ليها احسن حاجه باش تخرجي هكا كلك طاقه وحيويه.
هاد الزيتونه البنات ديال الحاجه ديالي ليا ميمتي، الله يخلي لكم امهات ديالكم يا ربي، كدير واحد زيتون مرقد يا سلام، الله يعطيها الصحه. وهذا المسمن ديال خالتي اللي هي ماما ايوب كدير مسمن كومبلي بواحد الطريقه ما نعاودش لكم. بغينا اكثر من هكا نبداو بحويجات اللي صابوهم لينا والدينا وحطوا فيهم الحب ديالهم والاهتمام ديالهم، الله يخطي علينا والدينا يا ربي. كي شفتو ساليت الفطور ما غاديش نعكس، غادي نمشي نجري نيشان نرجع كلشي في لو لافيسيل. عارفه بناتي يقول لي فتوا انتي خدامه وراجلك خدام، واش راجلك ما كيعاونكش؟ فعلا الحمد لله تيعاوني وتوجد معايا الفطور وكلشي، ولكن انا اليوم بغيت نصور لكم داكشي علاش هو ما بانش في لو كادر. وماشي عيب ان الراجل يعاون المراه، وماشي عيب ان المراه تعاون الراجل. كي كتعرفوا الاسره هي مؤسسه كيتعاونوا فيها الناس كاملين اللي كاينين، سواء الوليدات الوالدين، باش هكا تنجح ديك المؤسسه. فعاونوا عيالاتكم وتنتوما العيالات تعاونوا الرجاله ديالكم. انا بعد ما وجدت كل شيء غادي نجبد لي بواط اللي غادي ندخل فيهم الماكله ديالي. الوغ هادو البنات خديتهم من عند كادو تراديسيونيل دو لوكس، مالوروزمون سمعت كل الكونط ديالها تخاد ليها مي حلت واحد اخر باقي الله قالت فيه بسم الله. كرهت انكم تدعموها، راني عارفه انكم بزاف كنتو مابونين عندها، لان تبارك الله عندها داكشي تيحمق والناس بزاف كيعرفوها. دونك هي اللي خديت من عندها هادو. اللي زوين فيهم البنات هو انك فاش كديهم معاك وبردات لك الماكله كدير البريز وكتسخنها. وبالنسبه للبلاستيك اللي فيها راه صحي ديال الماكله، مصادق عليه، ما تخافوا ما حتى شي حاجه. دونك لي بواط اي سون مانيفيك. الا كنتو انتريسي بحال هاد لي رونجمون راه عندها باشكال مختلفه، هادو عندها ديال اينوكس، عندها ديال البلاستيك العاديين، وبيان سور البلاستيك اللي دايره راه ديال الحفاظ على الماكله هكا اللي كنتي غاده للخدمه الى اخر، يعني ما تخاف منه ما حتى شي حاجه. الناس اللي مهتمين راه كاينه في مدينه الدار البيضاء في الولفه عندها ماغازان كبير، سينو راه تدير لا المغرب كامله. المهم انا غنخلي لكم الانستغرام ديالها، راه يلا عاود حلت واحد جديد، وغنخلي لكم كذلك رقم الهاتف ديالها. وصاحبه المحل وصاحبه الباج راه سميتها مدام لميع. دونك كي كتشوفوا درت سلطه بالبروكولي طوماط، ما درتش البصله لانها كتطلق الريحه شويه صعيبه. وبالنسبه للدجاج ديالي راه شفتوني درت فيه الاقامه اللي عندي وست معاهم شويه ديال البودره ديال الثومه، والبطاطيس كذلك. وكنبغي انا المذاق ديال الطوماط سوريس، هي درت لها نفس الحاجه وجمعتهم. وهكا البواطه ديالي راه واجده، عرفتو حتى الهزه ديالها غزاله، براتيك بزاف بزاف. وهادو البنات اللي زوين فيهم انهم كيحافظوا سائل باي درجه حراره عندك، سواء باردين ولا سخان، ومن كتقيسهم من الفوق كيعطي درجه الحراره اللي عندك في هذاك السائل انت درتي، سواء عصير ولا اتاي ولا قهوه، سا ديبون اشنو كتبغي دي معاك. دونك الحمد لله احنا وجدنا هذا الشيء، دابا غادي نمشيو للخدمه ونتلاقاو في الرجوع ان شاء الله. اكيد الناس اللي متبعيني راه شاركت معكم واحد النهار كنت كذلك خدامه فيه، يوفا تنرجع تنجيب معايا شي حاجه للكاسكروت وتلقى ايوب اكيد الله يعطيه الصحه مجدينا القهوه المميزه ديالو. السر باش تكونوا لكم هاد جوج طبقات هادي قالها لي ايوب هو انك كتخوي القهوه بشويه حتى كيتكون داك البيض طبقات بالوان مختلفه، تجي بنينه بزاف. شاركت معكم نهار ديالي كيفاش دات، والحمد لله كان مزيان، لان كي شفتو كان عندي بزاف د الحوايج واجدين، كنعرف غير نسخن وكنخدم اون باراليل، وهذا هو السر. دابا غنجيو ما وراء الكواليس، يعني الحوايجات اللي خلاتني وصلت ان نهاري ديال الخدمه دات الحمد لله مزيان، بماكله مزيانه وبالوقت كان غادي هو هذاك. قبل ما كيكون عندي هادشي كنكون انا في البدايه ديال الاسبوع وجدت شحال من حاجه، كنختار بعض الاكل اللي لا طيبتها قبل ما كتخسرش،
وكنحتاج هكا باش كنسم لي بلا ديالي اللي كنتي معايا الخدمه. فاول حاجه غادي نبدا بها هي الفلفله، غادي ندير عليها زيت الزيتون والملحه وغادي ندخلها للفران. من بعد غادي نمشي البروكولي اللي غنغسلو مزيان وغنرقدو في الخل، وهذا ضروري لان الداخل ديالو تيكونوا بعض الحشرات، فبالتالي الخل والماء كيحيد لينا كل شيء. كنغسلو مزيان ومن بعد كنسلقو في شويه ديال الملحه. كذلك بالنسبه للبطاطس الصغيره كنغسلها مزيان وكنخليها بالقشور ديالها، كتجيني مميزه بقشورها وبداك الحجم ديالها وكتكون بنينه. كنسلقها البنات مع شويه ديال الملحه وتنخليها. من بعد كنجيب لي بواط ديالي اللي كيدخلوا الثلاجه، كنفضل ديال الساج، كندير فيهم جميع الحويجات اللي انا وجدت معكم. طماطم باش تحافظ عليها مده طويله فرش عليها منديل وحطها في البواطه ديال الساج وسد عليها. الفلفله البنات طابت لينا، غادي نحطوها كذلك في البواطه. نفس الحاجه غادي نديروا البطاطس والبروكولي. هاد المجموعه البنات كافيه جدا انك تنوعي بها اي بلا عندك وجدتي. درتي كفيته شويتيها حطي معها هاد الخضر، درتي كذلك صدر ديال الدجاج حتى تحطي معها هاد الخضر، دوك هادو كافيين انك في الصباح غير كتجبديهم وكتحطيهم في ديك البواطه اللي غادي معاك. غندوزو اللحوم. اللحوم بالنسبه ليا البنات ما تنطيبهمش في القبل، كنبغي نحافظ عليهم في الثلاجه. ومن كنكون مثلا باغا نطيب راك شفتوك اول حاجه كنبدا بها في الصباح ديالي وانني كندير يا الدجاج يا الكفته يا اي حاجه عندي، مهم انها تكون مقطعه ومغسوله ومحطوطه في لي بواط ديالهم. غادي نخليكم تشوفوا الانواع ديال اللحوم اللي تناخذ وكتنفعني وطريقه الغسيل ديالها والترتيب ديالها في المجمد. بزاف البنات قال لي فدوا حنا ما كنغسلوش اللحم، صراحه انا مولفه كنغسلو لان شفت في دارنا كيتغسل. كنديرو غير مع شويه الماء والملحه، كنخليه لمده ديال 3 دقائق ومن بعد كنصفيه. بالنسبه لهاد لي بواط كانوا في اسواق السلام، كنت شاركتهم معكم من خديتهم وبزاف البنات اللي خدوهم وشكروني، ولكن للاسف دابا ما بقاوش، ولكن لطحتوا فيهم راه شي حاجه دو كاليتي وتنظموا الكونجيلاتور بطريقه مميزه وكتربح بيهم بزاف ديال الاسباس. هاد الطريقه ديال الحفاظ ديال الكفته ما خصكش تفوت اكثر من اسبوع في المجمد. انا صراحه كنت فاني من كنديرها مع الاقامه، من كنجي معطله من الخدمه كنديرها مع صوص طوماط وكنحطها طيب وكندير فوقها جوج بيضات وهالعشا واجد، او بارفوا كنصطيها وكنديرها مع لي بات. دونك كتنفع بزاف، حتى هي من الحوايج اللي كتخلي العشاء عندي يكون ساهل.
وبهكا شاركت معكم الحويجات الأساسية اللي كتخلي نهاري في تحضير الأكل سهل وما كيضيعليش الوقت، وفي نفس الوقت كنكون واكلة في الدار كيطلع لي داكشي أرخص وصحي أكثر. دابا غندوزو للعشاء. كي قلت لكم كنقلب ديما على السهله، وبما انني حضرت الكفته قبل فغادي ندير لي بات بالكفته، وكنت عواله في الطريق كنقول غنوصل غادي ندير لي بات بالكفته بصوص طوماط، ولكن ما لقيتش عندي صوص طوماط، فبالتالي غنشارك معكم اليوم واحد صوص بلونش كتجي حتى هي بنينه والطريقه ديالها سهله. درت لي بات ديالي تسلقوا في شويه ديال الملحه وزيت الزيتون وكذلك الورقه ديال سيدنا موسى. وبالنسبه للكفته ديالي راها واجده، غادي ندير فقط الزيت وغادي نخليها طيب. الكفته البنات ما كتبغيش طيب بزاف، ما تخليوهاش تتحجر لان ما كيبقاش فيها لوغو مزيان. الصوص ديال الكفته البنات هو اللي غندير فيه الحليب، وبما ان عندي صوص بيشاميل واجده او بودره البيشاميل واجده غادي نربح الوقت وغادي نديرها فيها. الا ما كانش عندك راه طريقه التحضير ديالها سهله، الفورس والزبده مع كتذوبيهم ومن بعد كتبقاي تخوي عليهم الحليب حتى كيتكون لاصوص بيشاميل. كانت عندك هذه تيريها، انا صراحه كنشريها لان كنربح بها الوقت. غادي تلاحظوا اي حاجه كتربحني الوقت كان ناخذها، ما كنفكر جوج مرات. وبهكا كنحط فوقهم الكفته كتجي بنينه، وهذه هي عشيوتنا وهذا هو نهاري كيفاش كيدوز. يا ربي يعجبكم لا فيديو، خليتكم في امان الله.